وجورج والسوف كل فترة تطلع عنه نفس الإشاعة، يعني هو لسه يطلع المسارح، والأسبوع الماضي كان في الرياض وعنده حفلة. ليه تتوقعون هذه الإشاعات تنتشر أصلاً؟ تحديداً إذا كان الفنان يعاني من بعض المشاكل الصحية مثل جورج والسوف، ممكن الخبر يعني يتعب نفسياً لأنه أوريدي هو تعبان وحالته تعبانة. فعلاً وش رأيكم في الموضوع؟ لأنه ممكن يأثر بزيادة على حالته الصحية. هذه أسوأ واحدة كمان، أنه أنت تطلع إشاعة وفاة على مشهور تعبان أصلاً. أكيد هو من غير شيء نفسيته متأثرة، وانت كمان تموت وانت مستعجل علي اموت، انا حموت بس ريلاكس يعني بشويش مو طبيعي. وبعدين كذا مره يعيدوا نفس الاشاعه. لا نواف ايش رايك؟ هذه ملاحقه تمصدر، يبغى يكون هو صاحب المصدر، او انه انا يعني سبقت الناس، هو سمعها او راها في حسابات غير معروفه، فيبغى يحاول يسبق انه انا جبت لكم خبر، انا عندي الاخبار. حب إثارة الجدل. إيه ما ضبطت يسكت عنه، انتهى الموضوع. ألين ما تيجي واحد تضبط معاه ويقول لك شفت أنا عندي مصادري عندي كذا. هذا يستمر بالصدق الصحفي بس ما فهمه. أيوة وترى حيستمر هذا النوع، ترى حيستمر إذا ضبطت معاه واحدة، ترى الجايات حيكمل. لا 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 الوضع مو طبيعي، الوضع مو طبيعي. كمان في إشاعة وفاة الشاعر خلف بن هذال اللي طلع ونفاها حساب ملتقى عتيبة الرسمي قبل 4 أيام. هل تستفيد الناس اللي تنشر مثل هذه الإشاعات؟ وإذا بتستفيد بتستفيد بوشو؟ وش الفائدة إن أنا أنشر ترى فلان توفى؟ ولا شيء. حتى لو كان الخبر صحيح، حتى لو كان الخبر صحيح، يا أخي إذا مو أنا يعني أمثل الجهة أو أمثل الفنان أو أمثل المشهور هذا، ليش أتكلم في الموضوع هذا؟ إنه أسماءهم مهمة فتجيب إثارة جدل. أي. أوكي. يستهدفون الأسماء الكبيرة. وهم متوقعين إنه أنا اللي جبت الخبر هذا، فالناس حتتذكر اسمي، ترى ما حد درى عنك، نسيناك. فعلياً. بيكون أول واحد. أول واحد. ترى أنا. كأس العالم بياخذها.